حسب رأي الحكم متعمد السقوط. شوف المحاولة وفيه فيه عملية دفع، فيه يد، فيه يد. شاهدوا اللقطة بالصورة البطيئة، شاهدوا اللقطة. يمر، لا فيه اليد اليسرى للحارس، طبعا وقف بها العملية، مش فالنسيا اللي انطلق، واللاعب بنيتاز. شوف الانطلاقة، اللقطة كانت سريعة والخطأ يبدو لي موجود. على كل قرار الحكم نحترمه. كريستيان بنيتاز واللي تلقى البطاقة الصفراء.